كانش نفسي اننا نداري على بعض الحاجة الحلوة عشان تكمل. ما كانش نفسي اصحابنا اللي بقالهم 9 أو 10 سنين يحصل بينا حاجة تخلينا ما نسلمش على بعض حتى. ما كانش نفسي نقطع علاقتنا مع ناس بنحبها لأي سبب من الأسباب. ما كانش نفسي يكون في حقد وغل. ما كانش نفسي الناس تفضل تتكلم على بعض في ظهر بعض. ما كانش نفسي الناس ما تفرحش لبعضها على الحاجات الحلوة اللي بتحصل في حياتهم. بس للأسف ده الواقع، ودي الحقيقة اللي بنعيشها وبنكتشفها كل يوم. أنا كان نفسي أكون عايش في زمن غير ده. كان نفسي نفوسنا تبقى راضية وصافية دايما. بس ده الواقع ودي الحياة. يا رب ارزقنا ناس تحبنا بجد وقريبين من قلوبنا ومريحين لنفسيتنا وما يكونوش عبء علينا حتى لو كانوا قليلين. ونور بصيرتنا يا رب بيهم، واكتب لنا الخير في الدنيا. المحبة من الله والكره من أفعالنا.